يستعد مجلس الشورى مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعات الاقتصاد والخدمات وشؤون الشباب والرياضة والأسرة، إلى جانب عدد من التشريعات المتعلقة بمجال الأمن الوطني والاتفاقيات والمعاهدات. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية يعني مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، ما هي أبرز استعدادات مجلس الشورى من الناحية التشريعية؟ عليكم بالخير. طبعا كما تعلمون في مطلع كل دور انعقاد جديد من عمر مجلسي الشورى والنواب نحظى بشرف الإصغاء للخطاب السامي وما يتضمنه من مضامين سياسية واقتصادية وتنموية تشكل خارطة الطريق للمسيرة التشريعية لمجلس الشورى. فيما يتعلق بالاستعدادات التشريعية، فالخطاب السامي أكد مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث اللي يقودها جلالة الملك المعظم، وطبعا جلالته خص المؤسسة القضائية واللي يعني كلنا لدينا ثقة كبيرة في استقلاليتها. فمجلس الشورى أيضا يرحب بأي تحديث للمنظومة التشريعية القضائية والحقوقية بما يعزز من اختصاصها وما يعزز أيضا من دورها المؤثر كركن في مسيرة العمل الوطني. فيما يتعلق أيضا بالتوجيهات السامية بترسيخ الهوية التاريخية والثقافية في مملكة البحرين، أيضا هذا يحظى بالدعم التشريعي المطلق للوزارات الخدمية المعنية من أجل تحديث التشريعات حتى يعني تواكب التطلعات السامية من خلال الحصول على الموافقة للاعتمادات المالية بالميزانية العامة للدولة حتى يتم إنجاز هذه التوجيهات اللي يؤيدها الجميع، لأنها تدعم الأرث الحضاري والتاريخي لجميع أبناء البحرين. أود أن أنوه أيضا أن أي نجاح يحققه مجلس الشورى لمصلحة البحرين فهذا النجاح هو ثمرة التعاون الدستوري مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واللي دائما سموه يحرص على دعم مسيرة العمل التشريعي. يوم أمس في جلسة مجلس الشورى تم تشكيل لجنة للرد على الخطاب السامي، وإن شاء الله سيتم إعداد الرد المناسب والذي يليق بالمقام السامي. نعم دكتورة، ما هي أبرز التشريعات والقوانين التي بدأت اللجان في دراستها استعدادا لعرضها على المجلس خلال الفترة المقبلة؟ جلسة أمس طبعا تم توزيع الأعضاء على اللجان فيها واختيار رؤساء اللجان، وبذلك يعني اكتمل تشكيل مكتب مجلس الشورى. الخطوة التالية هي عقد اللجان لاجتماعاتها واللي تمت يعني اليوم الصبح، وكذلك تم فرض أولوية التشريعات التي تحال لمكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس. بشكل عام أمام المجلس مجموعة من التشريعات المهمة اللي ستعرض إن شاء الله للمناقشة والإقرار، من أبرزها 9 مراسيم بقوانين محالة من الحكومة صدرت خلال العطلة التشريعية للمجلسين، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأيضا إضافة مادة جديدة لقانون التأمين ضد التعطل واللي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه. نعم. كذلك توجد لدى اللجان 4 اقتراحات بقوانين تتناول موضوعات هامة مثل التطبيب عن بعد، التدريب المهني، وقانون الجمعيات، وهذه إن شاء الله سيتم رفع تقاريرها لمكتب المجلس بعد إنجازها ليتم عرضها. نعم. في الجلسات العامة. نعم سعادة الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.